هنا بقى البنت هتقول له صح صح انا عرفت دلوقتي ليه انا بموت فيك. بس كده يبقى قفلنا الاعلان 100 100. محتاجه تجرب؟ نجرب. ولا الملك السائع يا اسد. ماشي يا سيدي. تحسبك كام قبل كده؟ 15 جنيه. والاثنين دول بكام؟ ب 2 جنيه 2 جنيه من 15 جنيه يبقى فاضل كام؟ 13 13 جنيه، ادي 10 جنيه يا عم. تعالى هيص. الله يخليك يا اسامه، انت الوحيد اللي بتراضيني في الشركه دي. خلاص بقى، ربنا يكرمك في اللي انت بتعمله. حاجات بسيطه. يلا جاهزه؟ يلا. خلي لي بقى السكريبت معاكي. اوكي. ها؟ وانا حافظ دور الولد وانت تقولي دور البنت. تمام. يلا. اوكي. احنا لازم نفترق، لازم. ليه بس؟ ليه؟ بموت فيك، مش عارفه انا ليه بموت فيك. انا عارف كويس قوي انت ليه بتموتي فيا، عشان جبتلك التلاجه من سيكو بيش، جبتلك الغساله من سيكو بيش، جبتلك الميكروويف من سيكو بيش. صح صح، انا دلوقتي عرفت انا ليه بموت فيك. سيكو بيش سيكو بيش، سر الحب اللي يعيش. فعلا هي. لا ولسه بقى كمان لما الممثلين يعملوه بقى مع شويه جرافيك مع شويه زوم ان على زوم اوت، هنعمل روشه المتفرجين، اعلان هيكسر الدنيا ماما. فعلا، بس اهم حاجه اللي في الاخراني. انا دلوقتي بس عرفت قد ايه بموت فيك. ايه ده يا هانم؟ ده ايه ده اللي بتموتي فيه؟ انا يا سمسم بموت في جوزك العبقري. وكمان بتقوليها في وشي؟ ايوه طبعا، جوزك ده انسان فظيع، ده مؤلف سوبر. يا خبر، لا لا انت فهمتي غلط، انا كنت بقوله انا دلوقتي بس عرفت انا ليه بموت فيك، دي نهايه الاعلان اللي احنا بنعمله. اعلان ايه؟ اعلان سيكو بيش سيكو بيش، سر الحب اللي يعيش. اه سيكو بيش اللي هو بتاع الغسالات والثلاجات والبوتاجازات والحاجات دي كلها. اه سيكو بيش. طيب دي بقى ميزانيه سيكو بيش، يا ريت تراجعها علشان نلحق نمضي الشيك بسرعه. اه طب كويس انها خلصت. لا اراجعها ونخش نصور الاعلان على طول. على طول ان شاء الله. ممكن تيجي معايا دقيقة بره؟ ليه؟ كده؟ محتاج أتكلم معاك على انفراد؟ لا لا خليكم، أنا ناشف. خلاص كده يا محمود؟ أظن كده الإعلان 100 100، وأظن إحنا متفقين. عند إذنك. هي إيه الحكاية؟ جوزك ده عبقري. أنا دلوقتي عرفت أنا ليه بموت فيه. أظن كده إحنا اتفقنا. هو أنت في إيه بينك وبينها؟ في إيه يا سامية؟ أنا وشهيرة معقولة؟ زملاء وبنشتغل كويس سوا. تعال تعال سيب ايدي. اشمعنى دي اللي تشتغل معاها؟ ليه ما تشتغلش مع مخرج راجل؟ في ايه يا سامي؟ راجل ايه وست ايه؟ انت عارفه كويس قوي ان شهيره زميلتي وبنستريح وبنشتغل صح سوا. خلاص اشتغل اشتغل ونشوف اخر الشغل ده ايه. اشتغل واشتغل. في ايه يا سامي؟ اسال نفسك، تحب البس لك يعني جينز محقزه وعليه بادي واقوم ضاربه شعر اصفر ومطولاه وامشي اترقص لك؟ اظن كده اتفقنا. الجنان الرسمي اللي احنا فيه ده. الو. ايوه ايوه يا استاذ فاروق، حاضر هجيب الشريط واجي لك حالا. حاضر، مع السلامه. كله غلط، ما فيش ولا حاجه صح. مالك يا اشرف؟ مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ عامل في نفسك كده ليه؟ تاني تاني اسئله الثانويه العامه ولا اجابه صح؟ ماما جاوبت على كل الاسئله غلط. يا حبيبي يا ابني، الامتحانات خلصت خلاص، النتيجه قربت تطلع. وانا هسقط هسقط. بعد الشر عليك يا عينيا، انت عملت اللي عليك، بقالك سنتين عمال تذاكر كل يوم 15 ساعه غير المجموعات اللي خدتها والدروس الخصوصيه اللي دفعنا فيها دم قلبنا، وكل يوم ترجع لي مبسوط وتقول الحمد لله يا ماما عملت كويس قوي. كان سرقني السكينه يا ماما، انا اتضحك عليا. انا عرفت الحقيقه بعد ما خلصت الامتحان. انا كل يوم دلوقتي بمسك ورق الاسئله كده اقعد اتفرج عليه وافتكر افتكر الاجابه اللي كنت بكتبها تطلع غلط. كل الاجوبه غلط وانا هتجنن يا ماما. يا حبيب امك، انت اللي هتجنن نفسك. اهدى يا حبيبي. لك ايه يا حبيبي؟ ليه يخلص امتحاناته؟ ينزل يشوف اصحابه، يتفسح، يروح النادي، مش يقعد يتحسر على نفسه بالطريقه دي. ارحم نفسك بقى. انا فاشل يا بابا، فاشل، وحضرتك هتبقى ام الفاشل يا بابا. انا بهدلتكم معايا، انا مش داخل كليه الهندسه ولا داخل الجامعه خالص يا بابا. يا حبيبي يا ابني، ربنا يجازيهم يا رب اللي خلوا الثانويه العامه دي عقده لكل العيال.
الامور يا استاذة. اهو سادة يا نبيل وحياتك. وليه ما تخليها ليمون يروق الدم الفاير ويهدي الاعصاب؟ هات قهوة سادة. تحت امرك. اوكي اوكي. نعم. ماما ايه مال صوتك؟ ماله اشرف؟ تاني ورق الاسئلة؟ طب اديهولي اكلمك. ما ينفعش يا سامية. يا بنتي بقول لك قافل على نفسه اوضته وموت نفسه من العياط. عشان خاطري. ما حدش هيعرف يتكلم معاه ويهديه غيرك انت. يلا تعالي بسرعه. خلاص يا ماما، مسافه السكه وهكون عندك، خلي انت بس بالك منه لحد ما اجي. يلا مع السلامه، باي باي. انا اللي غلطان، انا اللي جبته لنفسي. حصل ايه يا نادي؟ لا بسيطه، هروح ب 60 دهي. المصيبه ان انا اللي صرفت الشيك من البنك بنفسي واديت له الفلوس كاش. تصوري تصوري مدير الشؤون القانونيه بيقول ان انا بديت الفلوس. بالهداوه يا نادي، دوري اكيد هتلاقي الوصل اللي مضى عليه مدير الانتاج ده هنا ولا هنا. ركزي بس. اركز اركز ازاي؟ جوزي وقعد في البيت طول النهار طلبته بس، العيال ومجننيني ليل نهار، الشغل وهروح في 60 داية. القهوة يا استاذة. حطها عندك يا نبيل. اي وانا؟ ميرسي. اشربي انت القهوة دي وروقي بالك ودوري كويس على الوصل بالهداوة، هتلاقيه ان شاء الله. انت رايحة فين؟ همشي ساعة بدري، أشرف أخويا جات له حالة انهيار وقافل على نفسه أوضته وبيعيط. تاني؟ تاني. لما يعدي عليا محمود علشان نروح قولي له إن أنا في البيت عند بابا. طب وما تقوليلوش أنت ليه؟ مش طايقة أكلمه، قولي له كمان إن أنا خدت العربية. سادة؟ أنا عارفة بختي، هتختم بقهوة سادة. أشرف؟ يا أشرف افتح لأختك سامية. اشرف يا حبيبي افتح. طب معلش يا ماما، روحي انتي شوفي وراكي ايه شغل في البيت وسيبيني مع الواحد. حاضر. ابوك قرب يجي وما عملتش غدا، هديه. حاضر. اشرف ماما مشيت. اشرف افتح لي، انا سمسمة حبيبتك. يا اشرف لو انا غالي عليك وبتحبني بجد افتح لي. اشرف انا جايه مخصوص علشانك. جرى ايه بقى؟ يعني عايزني امشي من غير ما تشوفني ولا ايه؟ يلا افتح. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اخويا الجميل الجامد بيعيط ومبهدل نفسه كده؟ اخص عليك اخص، ده انت كلها يا ابني 5 سنين وتبقى مهندس قد الدنيا. مهندس؟ انا عمري في حياتي ما هبقى مهندس. انا جاوبت في كل الاجوبه اللي في الدنيا غلط، انا عارف انا هسقط. طب وايه رايك بقى ان انا متاكده انك هتنجح وكمان هتدخل كليه الهندسه؟ بجد؟ ازاي؟ مش هقول لك الا لما تروح تغسل وشك وتحلق دقنك دي وتغير البيجامه المكرمشه دي وتقعد معايا نشرب كوبايتين شاي، ساعتها هقول. سامي مراتك كده شكلها غضبت منك وقلبت عليك. قلبت عليا ليه؟ انا ما قلت لها حاجه تضايقها. امال ايه يعني اللي خلاها تروح بدري وتاخد العربيه معاها كمان؟ زي ما اتفقت معايا انها رايحه النهارده عند بيت اهلها. كمان راحت بيت اهلها؟ عموما الغيره احساس لذيذ، بتسخن حياه زوجيه كده وبتكسر الملل. غيرتي بس يا ستي. ها هتروح ازاي؟ هاخد تاكسي. هعمل ايه؟ هي بيت مامتها فين؟ منشيه البكش. انا عن نفسي رايحه مصر الجديده، لو انت مش هتقع في مشاكل ممكن اوصلك في سكتي. مشاكل انت عبيطه، انت زميلتي عادي جدا. خلاص يلا. اهم حاجه عربيتك مكيفه؟ لسه تكييف بايظ. لا لا هاخد تاكسي. محمود يلا بقى.